معايا في الاستوديو مشرفني ومنورني الاستاذ احمد باشا رئيس تحرير جريده روزا اليوسف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك بالساده المشاهدين. لحظه 2022 في مقابل لحظه 2014، بتقدر تشوف المفارقه دي ازاي او المقارنه دي ازاي؟ الرصد عندك تحط له عنوان شكله ايه؟ طيب في البدايه، يعني النهارده 19 نوفمبر عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واسمحين ان احنا من خلال برنامج حضرتك ومن خلال 90 دقيقه وقناه المحور ان احنا نقدم له التهاني ونتمنى لسيادته مزيد من الصحه ومفهوم من الصحه ومزيد من التوفيق ان شاء الله في مهامه، ونقول له ربنا يعينك. انت تحملت المسؤوليه بشجاعه في 2013 وقبلت نداء الشعب المصري الذي طالبك بانقاذ هذا الوطن ومهمه انقاذ هذا الوطن، ومشيت في هذا المشوار لمدار 8 سنين أشغال شقة مع الشعب المصري. أشغال شقة هذه مهم المصطلح طبعا، لأن دي أصعب مهنة ممكن أن حد يشوفها في حياته. يعني وأصعب مهمة وفي ظروف غير طبيعية. يعني حتى حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة تولي رئاسة مصر ما كانتش ظروف طبيعية، دي كانت ظروف في منتهى الصعوبة. وكانت عنوان المرحلة دي اللي حضرتك 8 سنين اللي انت بتقولي عليها هي كانت المهمة بناء وطن. احنا مهم ان احنا نرجع بالذاكرة ل 2013، كانت حال الدولة المصرية عامل ازاي؟ احنا كنا في حالة استقطاب سياسي ومجتمعي عنيف جدا، ارهاب منتشر في ربوع مصر. انت حضرتك بتتكلمي عن تدهور اقتصادي، بتتكلمي عن مقاطعة دولية للدولة المصرية، تحول في هوية الدولة بالكامل وكمان كمفاهيم طبعا، وكان هناك اعتصام مسلح موجود على الأراضي المصرية. انت بتتكلمي عن تعطل لمؤسسات الدولة، بتتكلمي عن احداث فتنة طائفية حيث جرت من جماعات الإرهابية وجماعة الإخوان محاولات لحرق الكنائس، وشفنا الاعتداءات اللي تمت في الفترة ديت، شفنا توقف السياحة والصناعة، شفنا أن الاحتياط النقدي كان بيستنزف في هذا التوقيت ووصل لمراحل حرجة، شفنا أن مخزون السلع الاستراتيجية أيضا كان موقفه صعب جدا، وكنا هنتعرض لأزمة كبيرة جدا بهذا الشكل، بنية تحتية متهالكة، موقف سياسي كان صعب، يعني كانت مهمة شبه مستحيلة. ثقة المواطن المصري في جيشه وفي قائد جيشه في هذا التوقيت عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح السيسي، فكان النداء لهذا الرجل الذي قبل يعني بشجاعة مقاطعة النظير. كتير غيره كانوا ممكن ان هم ما يقبلوش هذه المهمة الانتحارية. مهمة انتحارية تاني مصطلح عايزة أشد تحتي خط، لأن احنا لازم نرجع بالذاكرة وننعش ذاكرتنا مرة تانية. احنا كانت الدولة المصرية على محك، كانت هويتها وكان مستقبلها كان هيضيع، كانت هتقع في إيد جماعة إرهابية لك أن تتخيلي. وإحنا عايزين نتذكر كيف كان تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لأخوانة الدولة المصرية، تغلبوا في كل المؤسسات وفي كل الأجهزة، وكانوا بيعتبروا بإصرار كل من هو غير إخواني من الأغيار، هو غير مصري وغير منتمي للجماعة، وبالتالي كنا احنا كشعب هيتم استعبادنا من هذه الجماعة الإرهابية بشكل كبير. فاكر المارشات العسكرية اللي كانت بتتعمل في الشوارع؟ طبعا، والعروض العسكرية وكانت محاولات تغلغلهم في كل مؤسسات الدولة المصرية وتحويل هويتها والعبث فيها. هم كانوا بيلعبوا في كتالوج الدولة المصرية. احنا نحمد ربنا ان هم ما عادوش اكتر من سنة، والا الفاتورة كانت افدح. يعني تخيلي كل اللي احنا بنعانيه لغاية النهاردة وهم حكموا سنة، فما بالك لو كانوا استمروا في الحكم اكتر من سنة؟ كان هيبقى ترسيخ لاوضاع وامور واقعة بشكل كبير. فطبعا كل المشهد دوت احنا بس نفتكر ازاي كانت المسيرات بتاعتهم الإرهابية، ازاي 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 كان وضع الدولة المصرية، وكان حلم المصريين ان هم تكون عندهم دولة عصرية حديثة. احنا كنا دايما بنشوف ونبص على دول ونماذج تانية جت بدأت بعدينا ونشوف حجم التقدم، وبنتكلم عن شوارعهم وبنتكلم عن مبانيهم وبنتكلم عن مدنهم الحديثة وبنتكلم عن التكنولوجيا بانبهار كده واكبار، كأنه ده صعب جدا يبقى عندنا. اما بقينا نعمله زعلانين؟ يعني النهارده يعني أنا جاي حضرتك المشوار اللي كنت باخده في ساعة وساعة ونص. جاي منين بقى؟ أنا جاي من الهرم. ما خدش أكتر من ربع ساعة، لأن شبكة الطرق المتسعة النهاردة بشكل كبير جدا. حضرتك شوف الطريق الدائري، كان في صعوبات فترة إنجاز هذه الأمور، لكن وكانت الناس بتشتكي في فترة تجهيز وتنفيذ هذه المشروعات، لكن بمجرد أن انتهى المشروع أصبح المواطن المصري هو المستفيد الأول بهذه الأمور. النهاردة كان هناك مثلا حملات المقاطعة والممانعة الكبيرة اللي كانت بتتم عن مترو أنفاق ودخول الزمالك. النهاردة المستفيدين اللي بيجي من مصر الجديدة للزمالك في 13 دقيقة ده حلم طبعاً ما كانش ممكن إنه يتحقق.